لله وحنا فرحانين بهذا الشيء اللي داروا، حمروا لينا وجهنا الحمد لله. وفيف لو ماروك مغاربه. الماتش اليوم كان واعر بزاف وحنا كنا فرحانين الربح ديال المغاربه. وفيف لو ماروك. الحمد لله المغاربه بينوا على اداء رجولي وبينوا ان المنتخب المغربي كيكبر بمناسبه كبيره. فندوا الاراء اللي كانت مخيبه الامال قبل انطلاق الكان، والحمد لله ماشي مرشحين باش نديو لقب، ولكن خطوه بخطوه كيحمل الواد كما يقول قطره قطره كيحمل الواد ان شاء الله لقب افريقيا المغرب. الحمد لله المغرب اليوم كان في المستوى اليوم ان شاء الله، وشرف الكره المغربيه وان شاء الله غادي نجيبوا ان شاء الله لاكوب من طرف الافريق ان شاء الله. اولا مبروك علينا لي 3 بوان، والحمد لله الماتش كان زوين صراحه. نسينا في الماتش الاول، فرحونا يعني نسونا في الماتش الاول. اليوم كان الايقاع محرك وتشاركوا ديفور ما كانش سهله، داكشي علاش حنا فرحانين اكثر، حيتاش كانوا نديين وربحناهم حنايا. خويا ماتش زوين عجبونا بزاف والله، يدير شي تاويل في كاس افريقيا وتنتمناو من الله لا اللي يخيبنا ان شاء الله. اللعب اللي كان مزيان بالهند اخويا، كان مزيان الماتش الحمد لله، فرحونا ان شاء الله ان شاء الله الفينال، وباغي نرجعوا الكاس ان شاء الله. ان شاء الله الكاس نجيبو من مصر، من مصر نجيبو الكاس، والمغرب نجيبو من الفراعنه ان شاء الله باذن الله. فرحونا اليوم اخويا، الماتش مزيان بزاف، وديما ماروك وديما ماروك، وان شاء الله حنا نديو الكان هذا العام. الماتش كان اليوم مزيان، كنشكروا غير فرونا حيت دخلنا بلندا، بلندا احسن اليوم لعبها في المقابله. بالنسبه لحكيم زياش نضعوا واحد علامه استفهام، ما فهمناش مال حكيم اليوم، ولكن الحمد لله الدراري كانوا رجال، تبقى علينا نقطه باش نتصدروا المجموعه ان شاء الله ونتاهلوا الاولين ونتلاقاو مع ثالث فرق. فرحانين ب3 بوان اللي حققنا اليوم، ونساونا في الماتش الاول، والحمد لله واخا كانت فرقه صعيبه وكان المغاربه تقاتلوا يعني فرحونا باللي بغاو. اللعب اللي عجبك اليوم؟ اليوم اللعب اللي كان امرابط امرابط. Les Marocains qui en sont à 6 points pris en 2 matchs. Victoire de... قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.